السلام عليكم أخت ملكة، أخ الياس، معك أخوكم جمال من الجزائر. أهلا وسهلا سي جمال، أهلا. ربي يحفظك. أسمعك الجزائري ثماني واحد. واحد المغربي كنظن مغربي لتحت قال لي ما كتعرفوش تهضروا. عرفتي شنو دابا المغربي باغي نطلعكم لهنا. اسمعني باغي نطلعكم لهنا وندير لكم في الميوت ونبقى عليكم تي 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 باش يدير لي هو جام. واش بان لك الجزائر؟ لا انا مانيش موافق في هذا الشيء. راك معايا؟ ايوا الا درت هذا الشيء اللي كيقول هو عاد غندير لكم الخاطر ديالكم. حنا نتناقشوا في مواضيع اخ الياس وحنا خاوة مقبل وراك تعرف الله يبارك. نعم على كل حال انا عارف المرض تاعك واش بيك. هذا انا نعرف مرضك. واحد الجزائري ما عرفش مرضك قد ايه. ربي قال الجزائري راك عارف راه السن وداك الشيء ولا طولتي تقدر توحليك ولا شي بلا ما. لا ما توحليش انا عمري ما توحليش. عامل السن راه كيلعب دور. قول لي الجزائر، قول لي الاخ الياس، بصح عليكم مضرارين من بالفوط واش بيكم؟ لا تسمعني، خليني ما تخرط هذا كامل وقول لي امجد تبون هل سيستمر في نفس السياسه اللي دارها في الاول فيما يخص الخارجيه الجزائريه ام سيغيرها؟ لا يغير شيئا من الخارجيه الجزائريه هذه اولا في كل الميادين والمجالات. الدبلوماسيه الجزائريه رجعت بقوه، انت تشهد، انت دون الاول تشهد باللي الدبلوماسيه الجزائريه رجعت بقوه. لا من قضيه ما نحكيلكش واش خطب على الصحراء الغربيه واش قال لنا تخلى على الصحراء الغربيه. وسالت قبيل، سالت واحد الجزائري سمعت قلت له يا هل ترى ماماكم فرنسا اذا يبقى السفير؟ والله لن يرجع السفير الا اذا رجعت فرنسا عن كلامها، والا ندخلوا في باب واحد اخرى مع فرنسا. احنا ما نتراجعوش، احنا ماشي مدلولين، ما نبطحوش. يعني باه تستنى باللي نرجعوا باللي بس خليني نكمل لك هذه الكلمه. واسمع كلمه باه تستنى باللي نرجعوا السفير لفرنسا ومازالت فرنسا تعترف بالصحراء باللي ماشي البوليزاريو، والله ما يولي سفير. انا نقول لك جزائري والله ما يولي. يلا خليني نسولك. انت جاوبني بالماديه، ما تقوليش نتوقع وتحاليل، جاوبني بصحيح. ايوا تسمع انت في الاول قلتي، ايوا تسمح لي، في الاول قلتي الجزائر لن تغير سياستها، وفي الاخر قلتي لي لن نرجع السفير. انا اللي كنعرف على الجزائر هو ان ارجاع السفير هي مهنه جزائريه. في الحقبه مثلا ديال الرئيس عبد المجيد تبون ارجعتم السفير 3 مرات فقط الى فرنسا، سنه 2021 2023 و2024. يعني حينما خرج الرئيس ماكرون وطعن في الجزائر تم سحب السفير ثم التحق السفير، بعدها أميرة بوراوي، وبعدها أحداث أخرى. فأنا ما فهمتكش، أنت متناقض في كلامك. معنى هذا أن الجزائر ستغير ماشي غتبقى بنفس السياسة ديالها أو لا الجزائري؟ مسمي نجاوبك، كملت نقول بارك الله. ما تقطعني شي ولا قطعت الشمعة. شوف انا كي تكلم لي ما تكلمنيش كاع على الحقبة الماضية، تكلم لي على الرئيس عبد المجيد تبون والجزائر الجديدة. الجزائر احكي لها شو كي تهضر لي. انا مقبل، خليني نهضر معك. مقبل في وقت العصابة وضك ماشي كيف 2021 شكون كان الرئيس اصلا؟ 2021 الرئيس. خليني نكمل لك وجاوبني. اذا هناك فرق ما بين الحقبة الأولى والحقبة الثانية. خليني نكمل لك وجاوبني. هل هناك فرق ما بين الحقبة؟ لا اله الا الله. عطيني واحد الدقيقة، عطيني واحد الدقيقة على الجزائر. خليني نكمل غير كلمتي برك. عنده مشكل في اللايف، ما كتسمعوش كيبلوكي، ما كتسمعوش كيتبلونطا. راني نسمع. ايوا برافو، خلينا نقادو. الياس عندك مشكل. الياس اسمعني، عندك مشكل الكونيكسيون عندك ولا السينيال عندك، وحده من الجوج. الكونيكسيون راه مزيانه،
خوت عفاكم داك الشيء اللي كنسي ليه. سمعوني انا المره سمعوك انا المره التاليه طلعت عباك ملي طلعت معاك المره التاليه سيني راني حتى اليوم باش قدرت رحت لي داروا لي قيله ديج ولا شحال داروا لي انا ما حبيت ما طيحت هل سمعت معاكم كلمه ما طيحتهاش انا ما قلتش كلمه عيب هذا باش نكملوا في الموضوع المهم نكملوا في المفيد اسمع اسمع يا واش نقول لك باش نعطيك خليني نجاوب الكلمه كانت وي انت اللي غتهضر انت اللي غتهضر اسمع اسمع السؤال باش تجاوب لان ما نعقبش عليك فيه الحقبه الاولى ديال الرئيس عبد المجيد تبون مع الحقبه الثانيه هل هناك اختلاف ام لا سحب السفير اللي تكلمت لك عليه ثلاثه ديال المرات غير من الجانب الفرنسي كان في الحقبه ديال الرئيس عبد المجيد تبون انت في المداخله الاولى ديالك قلتي لن تتغير ومن بعد قلتي لنا الا ما غنرجعوش السفير مع العلم ان الحقبه الاولى كنتو كترجعوا السفير دون اعتذار او اي ابداء موقف من فرنسا او تغيير موقفها فدابا جاوبنا دابا حنا كنتسنتو ليك حبيبي عفاكم الشباب نكبسوا لا قدر ما الله يجازيكم بخير اولا القضيه مؤخرا اللي سحبت عليها الجزائر السفير تاعها من فرنسا قضيه مصيريه وجد مصيريه لان تغير قواعد اللعبه كاع في المغرب العربي تتفهم اللي عندك بعد النظر تغير اللعبه لهذا الجزائر ما ترجع السفير لفرنسا حتى يتراجع اولا الدوله الفرنسيه تراجع عن قرارتها تاع الاعتراف بالصحراء المغربيه هذه اولا وثانيا في الخطاب تاعو رئيس الجمهوريه يقول كيسالوه قال لهم احنا عندنا مشاكل مع فرنسا عندنا واش كيف حبيتني نفهمك احنا مشاكلنا كبر من الصحراء الغربيه احنا المشاكل اللي بيننا وبين فرنسا عندنا الحقبه تاع 132 سنه تاع استعمار فرنسا ما حبش تقدم الاعتذار فرنسا ما عوضتش الشهداء الله يرحمهم المجاهدين وكنت ضبط تضحك علينا وقلت دارونا فئه تجارب نعم حقرتنا فرنسا ودارتنا فئه تجارب نعم 10,000 قرية حرقتها فرنسا في 7 سنين 10,000 قرية 10,000 فيلاج قلت لك فينا 1.5 مليون هذو اللي حصاوهم ما نحكي لكش واش دارت اللي ما صابهمش حتى وما لقاوهمش فوق هذا الشيء كاع دات لنا الثروات تاع الأرض اغتصبت الأرض دات كل الثروات فرنسا هي اللي جبت البترول فرنسا هي اللي جبت الذهب وداتو فرنسا هي اللي جبت الأورانيوم وداتو فرنسا هي اللي جبت الكالكار وداتو دات الثروات تاع الأرض كاع هذه بجيه فوق هذا الشيء الكل جات البطلة اللي فيضت الكاس نقول لك علاش فرنسا مجبرة باش تستعرف تقول باللي الصحراء مغربية نقول لك علاش لما اعترف الكيان الصهيوني اعترف بالصحراء باللي مغربية فرنسا هي اللي حامية المغرب انتم تحت الحماية تاعها كانت مجبرة انها تعترف ولو هذا الاعتراف غادي يسبب لها كارثة ما عادش الدولة الجزائرية والشعب الجزائري كيف لما اعترفت هما على بالهم باللي موراها ما كانوش الخير واخر كلام نقوله لك دوك نقول لك شوف الا ما رب ولاش فرنسا مع القرار تاعها باي باي السفير باش يروح للجزائر يروح للجزائر يروح للباري سامي انا واحد الدقيقه عليك ولا تكمل معايا انت في الموضوع هو ضروري خصنا نكملوا على هادشي لانه مرر عده خطابات امريكا فالرجل قال لك سيدي باللي حنا تابعين لفرنسا وصدق نفسه فخصنا نبينوا ليه شكون اللي فعلا تابع لفرنسا وشكون اللي خرج وزير الخارجيه ديالو كيقول بان فرنسا دوله صديقه وشكون اللي تلاقى مع بعضياته في ايطاليا وقبل بعضه البعض الياس تنكر انك تحت الحمايه لا تنكر نهبط تنكر انك تحت الحمايه المغرب لا تنكر تنكر جاوب لي زوج كلمات نعم انكر ما بقاش معك حوار لا تنكر اخويا واش نعمل نحاور مع واحد اللي ما يعرفش يقول امين يلا اعطيني الحمايه والعالم كاع حتى 2056 راك تحت الحمايه تحب ولا تكذب سي لانيالي تقدر تعيا تكذب على الشعب المغربي حتى تعيا تكذبوا على الشعب المغربي استاذ انت شوف انا واخا تكون فاطم كيس وكون يعني تكلم بثبات وتكلم صادق طب باش نجادل انا معاك نقول لك تحت الحمايه وانت تعرف بلي تحت الحمايه ما حبش تامن يعني واخا تغوت واخا انت في حواجبك واخا تهبط سروالك انا ما غنرحمكش اذا انت راجل اعطيني دليل بانني تحت الحمايه 2056 يلا وغوت مع راسك
وريني القوة ديالك. أولا الراجل ما نحيش الوالي، تربى في الهضرة. لا الراجل ما نحيش الوالي. لا أنا قلت لك أنك وقت غلط. خلينا نهضر معاك، تربى في الهضرة. قلت لك وقت غلط. ما نكذبش كي نضربك معاك. اسمعني اسمعني. 10 نقاط داروا هاد المغاربة اعتوعكم هذه السمانة كانت في لايف الحماية اللي دارتها فرنسا للعائلة الملكية ماشي حتى للشعب المغربي. أعطيني مصدر أعطيني مصدر يقول هذا الكلام، أنا مستعد نقول لك نعم. يلا أعطيني دليل. يلا يا أخي الدليل تعرف أكثر مني يا الياس، ما تكذبش على المغرب. يا ودي أنا أقول لك إذا كنت رجلا اطرح دليلك الآن. يلا يا أخي يا أخي، قالوها المغاربة هذه السمانة أول مرة شتها فيها 10 بنود تاع الحماية، فيها 10 بنود ومغاربة شتو بيبكو، مغاربة في لبيبكو والله الغريبكو. أراها لي أراها لي في شتي أنا مانيش مريض بكم، انا باش نمشي للدهما مانيش مريض بك الياس، انا باش نمشي للدهما نديرها. جزائري هضر معاك هضره سهل، شفتيهم كيبكيو حتى حنا بغينا نبكيو. ها انت انا ما بغيت نقول لك بديت تبكي. دقيقه الجزائري، دقيقه الجزائري، لانه راك عارف احترم تحترم. شنو قال لك؟ قال لك حنا محميه حتى 2056. الا كنتي راجل جبدها، يلا ورينا الرجوله والفحول. يلا تفضل، حنا بغينا نبكيو. شحال هذه ما بكيت، انا باغا نبكي. يلا هذيك تاع الحمايه نجيبها لك، ما نجيبهالكش اللي مشى والله غير نجيبها لك. اعطيني غير الموقع ديالي انا رايتها. شوف انا رايتها. ايوا اين رايتها؟ هذا مشكلكم، المشكل تاعكم انكم ما تفتحوش مخكم. اذا انت تعترف بانك انسان افاق. لا لا ماشي افاق، اعوذ بالله. انا كي نهضر نهضر صحيح، عمري ما نهضر على معلومه ما نعرفها. انت تمشي تحت الحمايه. يلا رجع شوف، انت تمشي تحت الحمايه. صافي دابا نوبتي، دابا نوبتي، اسمعني دابا نوبتي، انت تكلمتي دابا نوبتي. انت نهار اللي يكون عندك القلب ديال الحديد اجل عندي حبيبي ونطلعك ودين لي الدليل بان حنايا حمايه 2056. اما الكلمات التي ليست كالكلمات، نهار نكون انا وانت في قهوه قصع نخرطوا على بعضياتنا، او نهار تكون في شي لايف جزائري خرط عليهم. صافي حبيبي، ملي تكون عندك كوراسون ديال بيدا ديال الحجر، داك الساعة اجي حبيبي ودير ليا الدليل اللي بغيتي وانا نعرضو ليك. اما الا بقينا كنهضرو بحال هاد الطريقة هادي، فانا بامكاني نقول لك بان الجزائريين اصولهم من القرادة، وانه بعد سنة 1962 تم استخلاص الحمض النووي ديال الانسان واخلاطه بالقرادة حتى اصبحوا على شكيدتهم اليوم. ولا قلتي لي فين شتيها، نقول لك شتها في لايف جزائري. فلن يصبح هذا لايف، غيولي سيرك وغنضحكوا فينا الناس. اللهم الجزائري خلينا نتمتعوا بشويه المصداقيه. الله الله يتوب عليك. جميل جدا. الله يتوب عليك انت، الله يبصرك بعيوبك انت. انا مانيش نكذب عليك، هذه حقيقه ولا في اللايف كاع على بالهم بلي هذه حقيقه يسمعوا فينا. حينما تكون لديك الادله عليها تعال واعرضها. اسمع، حينما تكون لك الادله عليها تعال واعرضها. اسبوع فيها 10 بنود تاع الحمايه ومنها الجزائر. انا ما عمري ما شفت الكره الارضيه زعما كامله، ما عمري ما شفت انسان يحيد نسبه الغباء ونحط انسان جزائري. البنود اللي كتكلم على العشره هي معاهده فاس، وهي معاهده الحمايه التي فرضت على المملكه المغربيه سنه 1912، وبحسبها تم الغاؤها وتم الاعتراف باستقلال المغرب سنة 1955 و 1956، خرج في الجريدة الرسمية الفرنسية طبقا لمفاوضات وليست اتفاقيات، اللي هي اكس ليبان، ليست معاهدة ولا اتفاقية. خلاص الحماية جزائري، خلاص جزائري جزائري. قلنا واش تخلص واش تخلص. الا كنتي انا غنعاود نقولها لك، انا الا كنتي انت بالصح راجل طلع وجيب لي البند اللي كيتكلم على 2056 تنتهي فيه الحمايه. الا كنتي انت بصح راجل، انا مراه مغربيه، والا قلت لك طن وقلتي لي الدليل نجبدها لك من اتفاقيه ايفيان بالدليل حسب البيس. انا راجل ما عنديش دليل اليوم غدوه نجيبه لك، هذا ما اذا هنايا اذا هنا تسقط ماذا؟ تسقط كذا الى حين وجود الدليل. والله يا مالك هذا من انتوما وعلى بالكم. قبل هذا كله الياس، قبل هذا كله كتسمعنا الياس، قال لك موضوع مهم جدا. ماذا قال؟ قال لك
انا كجزائري، برافو عليك هديش، انا كجزائري ماذا اقول؟ اقول بانني لن اتنازل على موقفي بما اقرته فرنسا الى حين تغيير الموقف الفرنسي. انا هنا هذه الجمله هذه ذكرتني يا اخي الياس بواحد بواحد المنطلق، واحد الحادثه، فخامه الرئيس عبد المجيد تبون في العهده الاولى ماذا قال؟ قال ساسحب سفيري وساجمد معاهده حسن الجوار والصداقه مع اسبانيا لانها اعترفت بماذا؟ بالحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. من بعد لقينا بان المملكه الاسبانيه اعترفت وقررت طبقا للجريده الرسميه الاسبانيه بان تلك الاقاليم تعود سيادتها الى المغرب والحكم الذاتي ساري المفعول العلوي على الاقاليم الجنوبيه. راينا فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رجع السفير وفعل اتفاقيه معاهده الصداقه وحسن الجوار. الجزائري واش نتوما ما كانش عندكم النيف ولا كان عقلكم طاير ديك الساعه ولا شنو؟ ولا دليتوا الاسبانيا؟ لا مشكلتكم انتوما، انا نجاوبك، مشكلتكم انتوما، انا درك نجاوبك، مشكلتكم انتوما تصرفوا كيما تحبوا تفهموا كيما تحبوا. يلا فهمت. هذا الكلام اللي راكي، الكلام اللي راكي تقولي فيه، قد خسرت الجزائر، قد خسرت اسبانيا لما قطعت لها العلاقات. انا جوج كلمات. مدارك بالخسارة، مدارك بالخسارة. انا عندي جوج كلمات. هما ما يحبوك لا انت لا يحبوا الفايدة. الجزائري انا ما عنديش مهم، انا مصالحي اسمى، انا بغيت نفهم. انت اليوم كتعترف بانه انا اقسم بالله لن نرجع السفير الى فرنسا الى حين ان تردخ فرنسا وان تلغي الاعتراف. اسبانيا سحبتي السفير، جمدتي معاهده الصداقه وحسن الجوار، علاش رديتي؟ انا لست مسؤولا في الدوله، بقى نقول لك على رأيي. ومن انت لست مسؤول اش طالع عندي هنايا كتفوضوا؟ اقسم بالله والجزائر. وانت اسمعي نهضر معك، نهضر معك على الثوابت تاع الدوله، نعرف الدوله تاعنا الجزائر الام، نعرف الثوابت ديال الدوله فين كانوا ايام الجزائر؟ توابد ديال الدولة فين كانوا؟ توابد ديال الدولة فين كانوا في اسبانيا؟ خلاصة القول، خلاصة القول، قلت لك الجزائري خلاصة القول هي اللي غادي تسمعني انا. توابد الدولة، خلاصة القول، توابد الدولة أين كانت عندما كان الاعتراف بالإسبان؟ ما يولي، قلت لك والله يا سافر ما يولي، هذه نحب وتوابد اسبانيا، توابد الجزائر أين كانت في الاعتراف الإسباني؟ الجزائر تشوف المصلحة، تشوف المصلحة أولا وينها؟ لا تردوا ولا رجعتوا المصلحة ولا رداتوا المصلحة. توابد الجزائر أين كانت؟ عند الاعتراف الاسباني. وعلى الاعتراف الاسباني احنا واش يزيد فينا ولا ينقص فينا؟ واعتراف فرنسا شنو يزيد فيك وينقص فيك باش خسرت؟ لا ماشي كيف شي با لا ميم شوز، هذاك هذاك. اذا فرنسا من هي واسبانيا من هي؟ اليست دولتين غربيتين؟ لا فرنسا واسبانيا، لا اسبانيا وفرنسا، فرنسا هي ما تنساش باللي هي اللي حاميه اسمها المحميه بتاع تاعها يا اخي. من كانت مستعمره لذلك الاقليم هي اسبانيا بحد ذاتها وليست فرنسا. خلينا نعذروا عليكم انتم المغرب حمايه نتاع فرنسا. مع المغرب اسبانيا هي من كانت تستعمر ذلك الاقليم، اسبانيا هي من كانت تستعمره. نعرفوا هذا الشيء كاع نعرفوه. ايوا شنو زعما؟ إذا كنت أنا محمية، إذا كنت أنا محمية وكتقلب على على المصالح ديالها فرنسية، ما بالك أنت إلى يومنا هذا لا زلت مقاطعة فرنسية في الجهة في الجهة الغربية من الجزائر. أنت هذا اليوم قولك، هذا رأيك أنت على الجزائر، نعرفوكم المغاربة واش تقولوا أنتم. اسمع هادي الجزائري، اسمع هادي عفاك. اسمع الكلام اللي تقول. يلا سيري. ومحاولات التمهيد والتبرير المسبق لها فقد تم إطلاق رئيس الجمهورية بها بصفة مسبقة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية. وخلال ذات اللقاء كان رد السيد رئيس الجمهورية صارما وحازما آية، اعتبر أولا أن الموقف الفرنسي الجديد
وليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير. معنى ذلك وزير خارجي، خلينا نسمعوا الطرف، علاش تسمع لي تحب انت؟ كمل، خليه خليه احمد عطاب، بصح واش قالوا من بعد على كمل لي، كمل خليه يكمل واش قال. ناقشوا هذه النقطه اللي ينفعكم، اللي ما ينفعكم ما تسمعوهش حبيبي. ودابا هذا ماشي طريقه النقاش، خلينا نتناقشوا. اسمع، وزير الخارجيه احمد عطاف قال فرنسا علمات الجزائر، اخبرت الجزائر بالموقف ديالها. تقدر تقول لي كيف اخبرت فرنسا الجزائر بموقفها؟ تحت اي اساس؟ باعتبارها ماذا؟ نقول لك انا باعتبارها ماذا، كي تلاقاو في ايطاليا علموا بهذا الشيء، لان لماذا؟ لان خلينا نعلم رئيس البرازيل، لماذا لم يعلم رئيس، خليني نجاوبك، هي علم غير الرئيس الجزائري، خليني نفهمك، لان الجزائر هي الداعم الاول للشعب الصحراوي، هذه اولا. ما يوقف له حتى واحد في الطريق، هو ماكرو على باله بلي اول من يوقف له في الطريق هي الجزائر، شافوا واش صرا بين الجزائر واسبانيا، سمعت؟ هذه اولا. وحذروا رئيس الجمهوريه، حذروا، قال له بلي اتخذ قرار، خليني نكمل لك على اخويا، لا تخلوش الهضره، لا كبيره عليا، علاه كبيره عليا، انت كتلبس كبيره عليا، اسمع لي ويحلل. ما يمكنش انت كتلبس الاس وكتهضر على الاكس اكس ال، لا صاحبي ما يمكنش، حضره ما يمكنش، حضره رئيس الجمهوريه، حضره، خليني نكمل لك، ما تقولش حضره وقول خلي الخطاب تاع الوزير الخارجيه للطرف، تعرف خلي واش قال له، قال له لقد حضره الوزير، واش قال له؟ خليه للطرف، ما سمعتوش كاع، لا مازال واحد بايدنا، ما تعاودهاش. والتبرير المسبق لها، لا قلت لك اللي ما درتوش هذا الاول، خليني نسمعوا. يا قلتي رئيس الجمهوريه بها بصفة مسبقة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13. واش معناها الياس؟ علاك تعاود فيها؟ لا دير لي، ما حبش دير وبلاتي يا صاحبي. على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية، وخلال ذات اللقاء كان رد السيد رئيس الجمهورية صارما وحازما ودقيقا للغاية، حيث اعتبر أولا أن الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير. ماشي، إذا قال لك بأن الرئيس ديالكم أعرب له، كمل على تقطع على يا صاحبي، نطرقوا الموضوع اللي كان مطروح، تخليني نسمع الكلمه اللي حبيت نقولها اللي تسمح على رجال الراجل. يا ودي خليك تهضر، ولكن اسمع، نخليك تهضر ولكن ماشي معنا ايطاباغي. طب الله يكبر بك، عطينا العقل ديالك كيف ما حنا كنتسنتوا لك. الرئيس ديالك عنده زياره رسميه الى فرنسا في شهر 10، الشهر القادم ان شاء الله عنده زياره رسميه لفرنسا. الكلام ديالك والكلام ديال وزير الخارجيه ديالك والطرح اللي كتعتمدوه انتم في الجزائر، إذا قام الرئيس عبد المجيد تبون بالزيارة إلى فرنسا، هل نعتبرها زيارة بطاح بالنسبة للرئيس الجزائري؟ إذا عاد السفير الجزائري إلى فرنسا، هل نعتبره انبطاح من الجزائر إلى فرنسا؟ دابا عبر كيف بغيتي، تكلم كيف بغيتي. أنا نجاوبك، ما نعبر فيه. شوف، إذا كان الرئيس تاعنا راح في أكتوبر لفرنسا، أعرف بلي الجزائر مقاطعة فرنسية، صح كيما راك تقول أنت. وإذا ما راحش ونجيك 10 أكتوبر، وإذا ما راحش أعرف بلي الجزائر واقفة بجيشها بشعبها برئيسها، كيما نقولوا حنا شواكر تاع الصح. السفير والسفير، السفير انساه، قلت لك إذا ما ولاش على القرار تاعو، قلت لك انساه السفير، انساه. إذا عاد السفير دون تغير الموقف الفرنسي، فاعرف فاعتبر بان الجزائر مقاطعه فرنسيه، لا نجي نقول لك بلي بلادي مقاطعه فرنسيه، واش نزيد لك؟ 10 اكتوبر ولا ما راحش، كي نطلع هنا نقول لك شواكر، قول لي صح شواكر،
ما تقولش تكذبوا، قولها لي بشهاده مالكة. هذا نخلوها ل 10 اكتوبر، نخلوها ل 10 اكتوبر ان شاء الله. انا عطيتك سر الجزائري، سجلوها الاخوه لتحت، انا دقيقه الا سجلوها الاخوه لتحت، الله يجازيكم بخير. الاعتراف ديال الاخ الجزائري، اذا ماذا قلت؟ اذا قلت لك الى راح رئيس الجمهوريه الزياره فرنسا في 10 اكتوبر، فعرفي باللي الجزائر صح واش راه يقول مقاطعه فرنسيه. واذا رجع السفير، واذا رجع السفير وكيف كيف لا ميم شوز، وبشرط بشرط 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 تتراجع فرنسا، تغير الموقف الفرنسي، يولي السفير يروح الرئيس. واضح واضح واضح. خليني نكمل لك علاش قبيل قاطعتني، لان الجزائر بزر نبقاو في التحدي، نبقاو في التحدي، نبقاو في التحدي، نبقاو في التحدي. زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الى فرنسا قد تتم وقد لا تتم. قد تتم بناء على الأجندة الفرنسية وعلى التوجه الفرنسي، خصوصا أن نحن عارفين بأن التوجه الفرنسي اليوم مصوب نحو اتجاه آخر، يعني ممكن تكون هناك إلغاء الزيارة كما كان في مسبقا لعدم وجود تقدر تبرر المنظر، دي تبرر المنظر، دي تبرر، خلينا نهبط لا تبرر، انسى هذا الموضوع، انسى زوج كلمات، ما تبرر، لا تستطيعون الحوار يا استاذ، تعلم الغيب انت، انسى انسى هذا الحضور. انا نجبدها لك واخا، ما سبب عدم الزياره ديالو الاخيره؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. قول ما سبب عدم الزياره ديالو؟ شحال من مره الغى الزياره تاعو الرئيس تاعنا لفرنسا؟ زوج مرات. واحد زوج كيما راح، كيما راح لموسكو الاخيره، كيما راح لموسكو يوليو يروح لفرنسا يستناو فيه. هذيك اللي كانوا تروح عليه ايوا تصمت. انا شنو كان السبب؟ قول لي ماذا كان السبب؟ ماذا كان السبب؟ يا الياس يا الياس، حنا كيهضر الرئيس مش عارف واش هضر، قال لك حنا بيننا وبين فرنسا. سؤال بسيط تيسولك الجزائري، ما فهمتش، تيقول لك لماذا، ماذا كان السبب؟ ما فهمتش علاش كتقتل في ودو. ما تقاطعنيش، هذه هي 60 صافي، خليك ميوت ما تقاطعنيش، خليني نكمل معك. تا هادشي كبير عليك اصاحبي، تبقى تحمق لي الراس ديالي منين نهضر معك، قد تنقز لي بلاصه وحده. اذا كانت الاجنده الفرنسيه لا تتعارض مع التقاء الرئيس عبد المجيد تبون، غيتلاقى معه. واذا كانت فرنسا ما معارضه القصر الاليزي، معارض لان هناك توجه اخر، فما غيتلاقاش، كون على يقين. اما ارجاع السفير فسيعود، وانت قلتي بان رجوع السفير دون تغير الموقف الفرنسي معناه انكم دوله مقاطعه لفرنسا. غادي تقول لي انت كمغربي لماذا تركز في هذا؟ انا غادي نقول لك، وانا غادي نقولها لكم من الاول، انا والملكه لماذا دايرين هذا الموضوع هذا. انا والملكه اليوم دايرين موضوع تحدي مع قصر المراديه شخصيا. شنو هو التحدي؟ نريد اعلام الشعب الجزائري انكم مقاطع. فالقصر المرادية ديالك عنده وحدة من الزوج، إما أنه يدير فيها شواكر ويأكد أنكم ماشي مقاطعة ويخلي العلاقات والسفير مسحوب من عند فرنسا ونحن نضغط عليه، وإما أن يرجعه إلى فرنسا وأن نثبت للجزائريين أنكم مقاطعة. يعني أنت الجزائري اليوم مهمتك إيصال معلومة إلى قصر المرادية، المهمة ديالك حبيبي هو التعريف بالمقاطعة اللي كاينة في شمال افريقيا. وها انا وها انت، وعقل عليها وتذكر كلامي جيدا. السفير غادي يرجع، والزيارة غادي تكون، وفرنسا لن تغير موقفها، وغتبقاو كيف ما انتم، وانت غتطلع وغتبرر ذلك بشيء اخر. إذا قصر المرادية كنقول له من لنا، الشعب الجزائري يقول لك ويخاطبك، وهذا المقطع غادي نقطعوه وغادي نخليوه. الشعب الجزائري يقول لك إذا أرجعت السفير أو قمت بزيارة لفرنسا فأنت عبارة عن مقاطعة. دابا تكلم مع راساتك وما نقطعوكش حبيبي،
تكلم عطينا كلمة ديالك. أولا قبل أولا الكلمة تاعي لولا أنت لا الحق ولك تتكلم على قصة المرادية لا بولا باسم الشعب الجزائري لا من قريب ولا بعيد، تكلم على راسك وتكلم على القصر تاع الملك تاعك. هذه الأولى. لا اسمع خليني نكمل لك أخويا، تقاطعني ولا غير نهبط الياس. خليني نهضر أخويا. أنت مانيش عارف، أنت بالنسبة لينا احنا الشعب الجزائري لست إلا ذبابا إلكترونيا تهدر. ما خزني تهدر على روحك، هدر واش حبيت وبلغ واش حبيت. يعني قصر المرادية في المنام وما تشوفوش. احنا الشعب الجزائري من اللي خرجنا ودرنا المسيرات ونحينا هذه العصابة وجنا الرئيس تبون وجات الجزائر الجديدة. الجزائر الرئيس تاعنا انتم ضحكتوا عليه لما يتكلم على الجزئيات تاع المواطن لانه يهمه امر المواطن. يا ما ضحكتوا علينا، الرئيس يتكلم على عدس يتكلم على هذيك، هو يتكلم على الجزئيات يهمه امر المواطن قبل ما يتكلم على حاجه واحده اخرى. هذه اولا. ثانيا انا نقول لك هنا والله 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 ما نبرر لك بتبرير. يا لو كان يرد السفير بدون تراجع فوالله ما نبرر لك. انا راجل في حلو حر، نطلع لعندك ونقول لك والله يا الياس ما نبرر لك، نقول لك خلاص غلبتني نستحق انا حر. لكن في المنام ما ديرهاش باللي تزاير ترد السفير، لان قلت لك قبل ما خليتنيش نفهمك خليني نفهمك. الجزائر هي شوف الدعم الاول للصحراويين. ثانيا اذا كان انتم لحقتوا للصحراء الغربيه وخاطر لحقنا للدار، احنا ما نحبوكمش تكونوا جوارينا، نعرفوكم انتم واش تكونوا واش ديروا لنا. يسمى الى لحقت ديت الصحراء الغربيه سلام عليكم اضرار وتندوف وبشار وعلى والبند اللي عندكم في البرلمان تاعكم يقول لك الحدود الحق. سمعت، احنا ماشي نشوفوا غير الشعب الصحراوي، نشوفوا حتى الاراضينا. احنا خايفين على اراضينا يا الياس. عندك بعد النظر شويه لما عندك دبر راسك. تا قبيله قلت لي طلع لعندنا يعني تهضر. خليني نكمل خليني نتفاعل معك. يعني قبول الموقف الفرنسي، يعني قبول الموقف الفرنسي من طرف الرئيس الجزائري معناه خيانه للجزائر يا حبيبي. خيانه للجزائر وجاب لنا العدو حتى للدار للباب. يسمى جابك حطك في بابي الفرنسي، واش دار؟ جابك حطك في بابي صافي تندوف بالشار اضرار هذو كاع يولوا في خاطر. انت فمك معنى خيانه كبيرة. معنى ارجاع الرئيس نعم انا اتفق معك. معنى ذلك ان الرئيس عبد المجيد تبون في حال ارجاعه السفير وارجاع الوضع كما هو عليه دون تغير الموقف الفرنسي، معناه ان الرئيس عبد المجيد تبون يخون الجزائر، ياك؟ يخون الجزائر ويخون الشعب، نعم، يخون كي الشعب كي البلاد، كل شيء. نتكلم معك يعني بقلب مفتوح، يعني دير في بالك، وش قلت لك اليوم نجيك إلى عشت العمر 10 أكتوبر نجي لعندك، وطلعني في لايف نقول لك أنا جيت لعندك، والله إذا كان صراش اللي قلت عليه، والله غير نقول نعتذر نقول لك غلبتني، وإذا ما صراش اسمع عليك نهضر معك أخرى، كي نقول لك حنا شواك الله فريق، نعم تحياتي، قول لي بالنسبه لاسبانيا واش الموقف ديالها ماشي بحال الموقف ديال فرنسا زعما؟ شكون اللي الموقف ديالو اقوى؟ كان رئيس الحكومه الاسباني وقع اسبانيا في ورطه وخسروا شركات كبار ولحقت شو صارت الازمه تاع الغاز مع اسبانيا. سمعت وخسرتها الجزائر وما زالت تضق ما يعني واش حبيت نفهمك، ما زالت تضق. انا بالنسبه لي القرار الاسباني ما زال تضق ماهوش رسمي كيما ترامب. اجي ملي كيخرج قرار في الجريده الرسميه معناها انه قرار رسمي ام لا؟ اكيد قرار رسمي. الا جبت لك الجريده مزيان، الا جبت لك دابا امام الناس الجريده الرسميه الاسبانيه فيها الاعتراف بمغربيه الصحراء شنو تقول؟ انا ما نعرف نقرا اسبانيوليه الياس، واش راح نقول لك انا كون لا نقول لك جبت لك يعني الا جبت لك ادراج هذا لا يعني انها نتاعك الياس. الا جبت لك دابا ايوا خليني نتفاهم معك. الا جبت لك تجيب لي تاعك ماشي نتاعك، حتى تجيب لي تاعك تجيب لي انت. اذا جبت لك دابا ادراج الاعتراف الاسباني في هيئه الامم المتحده شنو تقول دابا؟ انا قلت لك حتى تجيب لي بالاعتراف هذا ماشي نتاعك، انا نقول لك يعني ماشي نتاعنا مهم خديناها. نتوما رجال ما حيدتوهاش، احنا رجال ديناها بصحتنا. احنا درنا لكم قصبه في الرويده وبقينا نتفرجوا. احنا عندكم 30 50 سنه وانتم دينا هذه الرويده درتي وانا دايره جميع المعاهدات والاتفاقيات في ديك القنت. اش من رويده من درتي معاهدات مع محتل صهيوني؟ مع من درتي المعاهدات يا خويا؟ درتها مع محتل صهيوني، مع محتل مع روسيا، مع الدول الافريقيه، مع الامارات،
نجبد لك مع روسيا. دقيقه راه كيدوز لك دقيقه. اش من اتفاقيه الصيد البحري؟ واش انت ما دايرش الميزاجور؟ اش شريك واش انا على واحد دقيقه واش ما عارفش القرار الاخير ديال الاتحاد الاوروبي ماذا يقول في الاتفاقيه ديال الصيد البحري الشريف، ولا واش ما دايرش الميزاجور انت؟ لا 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 انا نلعب باللي المحكمه البلجيكيه. انت خاصك تعرف، انت خاصك تعرف كيف ما قال لكم عمر هيلي، انت البروغرامي على 1991 بقيتي تبزاك. انا مزيانه ليا تبقى في 1991 ما تحركش. بالنسبه لك انت الا قلتي بانهم وقفوا الاتفاقيه وهما اليوم كيصيدوا في الاقاليم الجنوبيه، دابا بالنسبه لك انت سرقوا هذيك اش العالم كاع يشوف راكم تسرقوا يا ودي. نسرقوا ما نسرقوش، انت اش درتي؟ من اللي طلعتي شنو قلتي؟ قلتي نحن اول داعمين لتلك الجبهه. شنو درتي انت؟ انت كلك قدام المغرب، شنو درتي؟ انت كلك قدام المغرب هزيت النفقه. شكون اللي وقف 50 سنه ثم يدعم فيهم وراهم واقفين؟ شكون؟ ايوا واقفين عندك. الدعم الجزائري واقفين عندك. واش واقفين عندي؟ عندي غير النساء والدراري مساكن هاربين، المجاهدين راهم داخل ارض المجاهدين. اسمع الجزائري، اسمع الله يرضي عليك، الا كنتي انت جزائري هاد الهضره سير طلع قولها عنده مرحبا. اما المغاربه راه كيدخلوا لذاك الاقليم وكيصيفوا فيه وكيشتميوا فيه وكيديروا فيه الثقافه الحسانيه وكيمشيو يديروا فيه التجمعات الصحراويه وكيمشيو يلعبوا جميع انواع لي زاكتيفيتي ديال العالم في الداخل وفي العيون. شكون اللي قتل 30,000 عسكري مغربي؟ انا قتلتهم في الصحراء الغربيه. 30,000 قاتل تما. برافو. عاود شكون قتلهم؟ 30,000 قاتل عندكم تما. شكون اللي قتلهم؟ يعني سقسي فيك، قتلناهم حنا ولا قتلهم المجاهدين؟ ها شكون هما هادو اللي قتلهم؟ البوليزاريو. قتلهم المجاهدين اللي جاهدوا على ارضهم. شكون هما؟ كيف انا كتقول عم بالك توري لي جنه ودايرين والارض تسيب بالدم الداخل. شكرا على اعترافك انت، لانه بهذا الاعتراف تقر بما يقر به المغاربه. حنا بسببكم انتوما، بسبب تبنيكم لهذيك الشرذمه ماتوا خوتنا المغاربه، فكيفاش بغيتينا حنايا نعترفوا بك انت غدا ولا بعد غدا ونوقفوا معك غدا ولا بعد غدا وانت قاتل فينا 30,000 واحد؟ انت قلتها بفم يا ودي. راني حنا هاربين منكم ضد الخلا، حنا قلنا لكم تجوج جوارينا، حنا على بالنا انك تلحقوا لعندنا الحرب تكون انتوما تلحقوا لنا الحدود تدو واش بالمساعده ديالك مات 30,000 مغربي ولا لا؟ اه انا ساعدته والله يسهل عليك. شرب الماء راك فوق السكر، تخط المدينه تطيح لي انا. شرب الماء. صدقيني غير في عمري 60 سنه مشافي معافي. على بالك باللي مازالني مالي كنوقف في الكونطور نضرب قلقه تاع ويسكي ونضرب كيلو تاع الحم ونضرب رطل تاع فاكهه. استغفر الله العظيم واتوب اليك. بالحرام ما راني نزيد عليك كلمه، في عمري 60 سنه. استغفر الله. بالحرام ما راني نزيد عليك كلمه، غير نضرب قلعه ويسكي وكيلو الحم وريت له وزوج كيلو تاع فاكهه. اللهم لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين. لا فهم 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 انا ما نحب الماريكان غير في الويسكي. الماريكان نكرهو فيه في كلش، صاحب الويسكي نحبه. واش عندكم الويسكي في الجزائر؟ عندنا كلش. تروح لي زوتيل تاو انا كاتي طوال الشيراطون تدخل تلقى المشروب اللي ما لقيتو في حياتك تلقاه. واخا هكاك ما كيجيبش عندكم السياح؟ واخا عندكم عندنا ولا غير عندنا كل خير، عندنا السياح، عندنا من كل الجنسيات، من الامريكيين الاسبانيين الفرنسيين. الجزائري اللي كتقول لي اسكت. قول لي الاوتيلات عندكم عامرين بالشراب وهذا الشيء؟ عندنا شنو اخر عندكم؟ عاود لينا شنو اخر عندكم؟ واش عندنا؟ قلت لك عندنا لي زوتيل، عندنا الشراب من كل نوع في لي زوتيل. روح للشيراطون لو كان ندخل كش مره نصور لك نبعث لك تشوف كل النوع. وراه المشكل. ولي كابا داك لي نايت كلوب وداك الشيء عندكم؟ ما عندكمش هادو بيان سور طبعا. هادو لا. واش انهم هذو؟ لا 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 ما فهمتكش انا، السؤال تاعك شويه محفور نتاعك. لي نايت كلوب، لي نايت كلوب، لي بوم نايت كلوب وداك الشيء ديال الاتاويش والزدحه عندنا حنا وهران فيها. لا 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 وهران معمره. الجزائر شريفه غتبقى شريفه، ما فيهاش هذا الشيء. هذا الجزائر شريفه نعم، ما فيهاش هذا الشيء. التاريخ يشهد.
التاريخ كيشهد صراحه الجزائر والله ما كنت التاريخ كيشهد. انا نهضر معك انا ما نافقكش، انا مالي كنهضر معك نيشان كما قلت الوهراني، نهضر معك ما نافقكش بدون نفاق. نهضر معكم مشكلتكم في الصحراء والله لو والله ما تبعتش الجزائر والله ما تدوها والله والله يعترف لكم العالم كاع والله ما تدوها غير حبست الجزائر وقالت لك ما تقبلكش. الجزائري تنطي تنطي اليوم دابا في هذه الدقيقة هذه شكون كيسيطر على ديك الصحراء؟ انتوما من الجدار النص كاين 70% مسيطرين عليها انتوما و 30% مسيطرين عليها المجاهدين. هذيك 30% اللي مسيطرين عليها المجاهدين هي اللي ماتت داك، هي اللي تقصفات داك الشاحنة اللي كانت ديزا تما والجزائر خرجت قالت تما قصفوا شاحنتنا. لا لا ما كانت ديزا، لكن كانت ديزا بالحدود تبع الموريتانية هذيك، يعني تقصفات في وسط موريتانيا. فين تقصفات؟ لا لا بين الصحراء الغربية وموريتانيا. واش في الأراضي ديال الصحراء الغربية ولا في الأراضي؟ كانت عاقبة ما كانتش داخل الصحراء الغربية. الأستاذ حاول تسمعني باش نتفاهم. لا تقصفت فهمتك تقصفت في الحدود نتاع الصحراء الغربية. الحدود تم الحدود نتاع الصحراء الغربية تبع الحدود تاع موريتانيا. كل اللي قصفها قصفتوها أنتم. إذا معنيتها أن المغرب حسب الرأي ديال الجزائر المغرب قصف شاحنة في الأراضي المحررة ياك؟ لا لا ماشي المحررة. وفين؟ لا لا في الحدود قلت لك في الحدود. هذه الحدود هذه واش قصفناكم في الأراضي المغربية؟ لا لا قصفتونا في الأراضي الصحراوية. ايوا هكا اذا دابا حنا قصفناكم في الارض ماشي ديالنا، قصفناكم في الارض ماشي ديالنا ياك؟ اذا دابا هنايا الدولة الجزائرية تخاذلت فيما يخص الدم الجزائري، راه ثلاثة ديال الناس قالت ماتت، وهذوك ثلاثة ديال الناس شكون غيعوضهم؟ عوضناهم في السعيدية قلت لكم ثلاثة في السعيدية نهار ضرب الجيش واش حال قتل لكم المغربي تما؟ رديناها لكم، علاه تهضر بما رديناها لكم؟ يعني انت كتعتقد رديناها لكم بالطريقه تاعنا اللي نفهموها. ويلي اويلي والله غير رديناها لكم والله رديناها لكم. ما تغتجبد لي الصداع. خلي الجزائر راه فحال الملك هذا راه وراني فحال. قول لي الجزائر رد البال داكشي اللي كتقول الله يرحم لك الوالدين. الجزائري تنط لي والله ما تخافي عليه هذا راه فحال الملك راه دابا شارب قرعه ديال الويسكي. شوف الجزائر اليوم والله ماني شارب والله اليوم ماني شارب ولا كنكون شارب نهضر معاك التمر نكتب نسقى انا مزيانين مع بعضي انا راه عارفك انا عارفك شويه كنعرف عليك ما يهمك حتى حاجه تصمت لي والله ما راني شارب نهضر معاك عادي. انا خوتي المغاربه كنت كنقول لهم قلت لك قلنا لكم ثلاثه قلت لك قلنا لكم ثلاثه في هذه النقطه حدثنا انا وياك اليوم داخلين انا خوتي المغاربه كنقول لهم باللي النظام الجزائري ما كيكذبش. قلت لهم باللي الدولة ديال الجزائر قالت أن القتل ديال هذوك الناس كان لأنهم اخترقوا الحدود ديالها وأنه لم يكن مع سبق الإصرار والترصد وأن النظام الجزائري لم يقم بذلك الفعل بناء على حقد. وملي قالوا لي لقد قصفتم شاحنة قلت لهم النظام الجزائري بحد ذاته خرج ونفى الخبر، يعني الشاحنة اللي قلتها لك أنا خرج من موقع ديال البوليزاريو هو اللي كان ادعى بان شاحنه جزائريه قصفت وخرج الاعلام الجزائري وقالها وفي نفس الوقت حذف داك الخبر وتنازل عليه. يعني انت الخبر ديال قصف الشاحنه الدوله الجزائريه قالت ما كاش منه ولكن القتل ديال المغاربه وغصبر القتل ديال المغاربه في السعيديه انت اكدت علينا دابا. اذا دابا انت عطيتينا جوج معلومات انكم انتم قتلتوا 30,000 مغربي في الجنوب ديال المغرب وفي نفس الوقت قتلتوا ثلاثه ديال المغاربه في شرق المملكه المغربيه ياك حبيبي. تكذب يا الياس على تكذب قلت لك 30,000 مغربي قتلوها المجاهدين اللي هم يحاربوا فيك بدعم منكم راك حنا دعمناهم نعم دعمناهم دعمتم من قتل 30,000 مغربي انتم دعمتم 30 ولا 60 الله يسهل عليه يحارب على بلاده انا خاطيني خاطيني
سمعت انا ما عطيت له السلاح راح يضرب موريتانيا ولا عطيت له السلاح راح يضرب مالي ولا عطيت له السلاح يحارب على بلاد هذه اولا ثانيا انتوما بهذيك العمله تاع الشاحنه نتاعكم حبيتوا تدخلونا معكم في حرب ثم للرئيس دوله ديالك نفات الخامس على انا نسمع لك ما تسمعش يا خويا انا هبطني نهضر يا اخي دولتك نفاتها اسمع يا اخي اسمع لي واخا درنا جبد عليك درنا جبد عليك دابا خويا اسمع لي يهضر شنو غتجمع الجزائري على الجزائري تكالما ما تخلونيش نهضر علاش ما تخلونيش نهضر على الجزائري راه اسمع وكنتي في شي لايف اخر اقسم لك بالله العظيم كنستافدوا منك خير استفاده واش انت مريض دولتك ما تخلونيش نهضر على ما تخلونيش نهضر انا تهضروا نتوما انا كيجي ليا هضركم تقعوا فيا هبطوني وخلاص خلوني نهضر اسمع لي الجزائري اسمع لي الله يرضيك عندي حق الرد خلوني نرد على الراجل ومن بعد نهضر معك مالك ولكن نصحح ليك قبل ما تغلط مره ثانيه دولتك خرجت ياك ونفت الخبر خبر ديال قصف الشاحنات من طرف المغرب لا يوجد زائد المينورسو شهدت في قرارها الاخير لهيئه الامم المتحده انه لم يكن هناك اي قصف في تلك المنطقه الوحيد اللي خرج هذا الخبر هي وكاله الانباء الصحراويه اللي عندك في تندوف جزائري احنا هنا طبقا للقانون 20/06 من القانون الجزائري هناك معاقبه تتراوح الى 30 عام لاي شخص يبث اخبار كاذبه على دوله الجزائر ويكون جزائري الجنسيه هادشي انت ما مطلعش عليه انت اليوم كتبين دولتك الجوهر الجوهر ما كاين علاش ما خليتينيش نهضر يا ملكه انتوما انا باش نحيدوا الرقاب على 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 كتافنا انت دابا تكلم اسمعي نهضر معاك اللي الحل الكلام اللي حبيت نقوله لك قلت لك تم حنايا الدوله الجزائريه تم ايفيتات الحرب معاكم انتوما كنتوا تحوسوا تدخلوا معنا في الحرب والدوله تاعنا ما حبت تدخل معاكم في الحرب وهضرها الرئيس 2000 خطره قال لك انا ما نحاربش بصح اللي دنا ليا ما نحبش الحرب هكذا في الخطاب تاعو هضره انتوما حبيتوا تدخلونا في مأزق تاع الحرب وحنا ما حبيناش ندخلوا في الحرب معاكم هذه اولا ثانيا خليني نكمل ما دفع عنا وقل ما دفع عنا راني نقول لك ضربتوا الشاحنه راني نقول لك ضربتوا قتلتوا الجزائريين قتلتوا الجزائريين الداخل الاستاذ الحبيب الاستاذ تصنط لي وقيلا ما تخلينيش نهضر كل ما تحبسني تهضر ساعه غلط حاجه الياس لا لا ما تخليني نهضر ولا خليني نهبط الياس زوج كلمات خليني نهضر ايوا دابا خليتنيش نهضر اخويا ما تقطعني انت تقطعني يا ودي غتصمت خليني نهضر ولا نهبط الياس الاستاذ سمع والله العظيم لا جيت جبتني انا باش تطبع عليا هنا سمعني باش تجاوب ملي كتقول بان حنا قتلنا معنيتها ان المغرب ضربك قتل ثلاثة ديال الناس ثم كشوكر افريقيا ميمكنش صاحبي تتهم الدولة ديالك بانها دولة جبانة لا تستطيع ان تحمي مواطنيها صاحبي لا تقولني ما لا اقول انا ما قلت لكش دولة تاعنا جود احنا جبانة ولا لا تقولني قلت لك اسمع خليني نهضر قلت لك مين الحكمة تاع الدولة الجزائرية انها ايفيتات الحرب وقالها الرئيس قال احنا انا ما نحاربش ما ندخلش في حرب سمعت اي انسان سمي يقدر يقصفهم اي انسان تقصفتهم ولا قصفوهم ولا قانين ولا المهم كانوا على الحدود ثانيا اللي حبيت نفهمك قلت لك قال الحرب ما نديرش معاكم الحرب واللي لهنا السعيديه اني ما قلتلكش الجيش تاعنا دخل المغرب قتل المغاربه انتوما دخلتوا الحدود تاعنا انتوما دخلتوا الحدود في الحدود ما حبوش يحبسوا قلت لك انتوما دخلتوا السعيديه دخلتوا الحدود عطاكم الجيش لا قلت بانكم انتقمتم هذا هو كلام كاع فيك انا بالنسبه لي ثلاثه مغاربه مقابل ثلاثه جزائريين بالنسبه لي لما كنتكلموش على بالنسبه لي وبالنسبه لك إيه؟ نحن نروي احداث ايه انتقمنا هكذا يعجبك الحال انتقمنا قتلتوا لنا ثلاثه انتقمنا قتلنا لكم ثلاثه صابكم صاحبتك عرفتي شنو خرجت الجزائري والله العظيم والله انت قمنا قلت لنا ثلاثه قلت لكم ثلاثه تربح تحب نهضر معاك بهذه اللغه انت يمكن كتعرفني انا والياس الهدف ديالنا ماشي ما كنطلعوش هنايا باش اننا نبينوا اننا دولتنا كذا مملكه لا هذا هو الفرق بيناتنا انتم كتقلبوا على النصر انا ما كنقلبوش على النصر كنقلبوا على توضيح الحقائق انت دابا ضربتي في بلادك بلدك نفت ان هناك وراك ضربتي بها بلاندي غير بلدك نفت ان هناك قصف للشاحنات من طرف المغرب بلدي نفى بان هناك له علاقه بقصف الشاحنات مينورسو
نفت أن هناك أي قصف في تلك المنطقة. يعني الشاحنة مينورسو قالت أن الشاحنة أحرقت ولم تقصف. ولم تقصف. بيان ديال مينورسو. كيف نضرب الصاروخ حنا تفنا الله يرحمهم هنا. الجزائري أنا أقول لك الله يرحمهم. أنا أقول لك ما نظر شوف أنا أقول لك ما قيل وصل القرار ديال مينورسو هيئة الأمم المتحدة هذه الأولى. من جهة ثانية أنت تقر بأنك دولة إرهابية وتقتل المدنيين في عرض البحر، أنت مثلك مثل إسبانيا، أنت تدعي الإسلام وأنت كافر بأفعالك. أعوذ بالله. أنت اليوم شويتي بلادك قدام العرب وقدام المسلمين وأقريت بما لم تقر أنا نشوفي مغربي ولا طلياني يدخل الحدود. خليني كمل هضرتي. بما لم تقر به وزارة الداخلية ديالك في البيان اللي خرجاته، صرحت بأنه لم يكن هناك أي قتل متعمد من طرف البحرية الجزائرية، وأنت اليوم تقول بأنه انتقمت بلدي. إذا أنت تقتل مدنيين في عرض البحر وهم اثنان وليس ثلاثة، وشد عندك واحد في السجن وخرجتي بمبالغ هائلة من طرف العائلة دياله. إذا أنت اليوم شنو كدير؟ شنو كدير؟ انت كتقصف بلادك وسط، انت كتقصف نظامك وكتبين وكتثبت داكشي اللي كيقولوا المغاربه بان نظامك ارهابي. لا ماشي ارهابي نظامي، هذا رايي. اذا هل قتلهم انتقاما ام لا؟ من لم يقتلهم بانتقام، حب دخلوا للحدود البحريه. كيفاش غيرتي كلامك؟ دخلوا للحدود البحريه حبسهم، حبسوهم. يلا قلتي انتقمت بلادك. يلا قلتي. قلت لك انا كنت تهضر مع الياس، حبي يفهم هكذا، فهمتها الواقع. إلياس باش تفهمو خاصك تضرب في بلادك انت. انا جامي نضرب في بلادي. سمعتي والله سمعتي. لا انت الا راكي تعرفي وتعرفوا الصحراء، ياكم تقولوا الصحراء وديناها مسيطرين عليها. الطائره بدون طيار اللي ضربت هذيك الشاحنه الجزائريه منين جات؟ قلنا لك بانه ليس هناك قصف لا من المملكه المغربيه ولا من دوله الجزائر ولا من هيئه الامم المتحده. واش ما باغيش تفهم؟ كيف كم يوم ضرب صاروخ حنا دفناهم؟ يا اخي واش انت ضد النظام ديالك؟ النظام ديالك يعترف بان لا يوجد قصف. نظامك وانتم كذبتوا علينا غير هذه يا ملكه حياتكم، قاعد تكذبوا علينا في كل التقارير. بلدي لم تقر. بلدي قالتها منذ الاول انني انا لم اقصف. بلادي قالتها، بلادك نازلات ورجعات وقالت لك انا بصح ما كاينش قصف، ولغات القرار ديالها، لغاتو. هيئة الأمم المتحدة كتقول لك ما كاينش قصف. أنت بوحدك اللي كتقول لك الحمد لله. أنا نهضر معاك، الحمد لله اللي ما صرا والو، ما طلع حرب لا والو، الحمد لله اللي سلكت. هذا اللي نقوله دوك. ولو كان تبع لو كان لولا حكمة الدولة الجزائرية، أقسم بالله غدخلتونا في حيط. رحنا معكم. لا اسمع، نقول لك واحد الحاجة. اسمع حكمة الدولة الجزائرية. قلتي واحد الكلمة أخرى اللي خاصك ترجع كلامك المرة الجاية وتحبس فمك إلا بغيتي تقول، تدورها في عقلك 7000 مرة. قلتي قتلنا منكم بدعمنا 30000 مغربي. واش عارف شنو كيعني؟ قتلنا منكم شحال تكذبوا حتى في الجو. قلت لك إلا كي محرر هذيك البلاد قتلكم 30000، شكون اللي قتلهم؟ بدعم من؟ احنا ندعموا الصحراويين، ماناش مخبيين، ندعموهم في الامم المتحده، ندعموهم على مستوى اللي يمشي نقروهم. من يقدم السلاح الروسي الى البوليزار؟ الله اعلم. اللي بينه الليبيين اخر حشومه عليك تكذب عليهم. دابا يطلع لك شي ليبي غسلك. وقت القذافي كان يمد لهم السلاح القذافي. لا نتكلم عن ما وراء القذافي، من يمدهم اليوم بالاسلحه؟ انا نعرف باللي كان بومدي الله يرحمه القذافي، هذه نعرفها. اليوم راهم يشروا، راهم يصنعوا ما على باليش، ما نكذبش عليك. نعرف باللي كان القذافي الله يرحمه، كان هو الله يرحمه، وكان بزاف يدعمهم دول اخرى يدعمهم. اليوم انا مانيش عارف، ما نكذبش عليك والله. عندي غير نقول لك مانيش عارف، راهم يخدموه، راهم يشروه، رانا نمدوا لهم. هذه معلومه مانيش عارفها. منين غيشريوه؟ منين من يا حسرة. من وزير الصيد البحري ديال الرمال. يا ودي دراهمك برك دوك، الطائره بدون طيار يخرجها من دشره من دوار الطير وتدي. هو اخر درك الملك تاعكم، ملكة مدخلة معك. خليني نهضر مع الملكة واحد دقيقة. الملكة، الرجل اعترف لك بشكل رسمي، قال لك مشكلة الصحراء الغربية ما هو إلا درع من أجل محاربة المغاربة في استرجاع صحرائهم الشرقية. الرجل
معك صريح من البداية، قال لك هذا المشكل ديال الصحراء الغربية كان حجر في الصباط باش المغاربة ما يرجعوش الصحراء الشرقية ديالهم. معنى ذلك أنه جاك مال آخر، يعني ما غتسولي على أحقية تاريخية، ما غتسولي على أحقية سياسية، الرجل عارف اللي كاين كامل صريح. يعني هاد الناس يستغلون هادوك الصحراويين البسطاء مساكن تما، يستعملونهم كأداة من أجل محاربة المغرب، يحاربون بجماعة مسلحة إرهابية من أجل عدم احتلال المغرب لأراضيهم كما يدعونهم، لأنه هو كيسمي احتلال لأنه يعتقد بأن الصحراء الشرقية ديالو. فالسؤال المناسب دابا للملك اللي ممكن أنه يجاوبك عليه، ما مستقبل العلاقات ما بين الجزائر والصحراء الغربية الجزائرية اللي هي تندوف بعدما أصبح المغرب يعيش في أرضه وجزء لا تتجزأ من وحدته الترابية؟ ما مستقبل العلاقات ما بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس ولد عمك باش يقول لنا شنو المستقبل ديالهم؟ واش ناويين يخليهم في الخيام؟ واش غيديروا لهم شي ديور؟ واش غيديروا لهم شي بيسين؟ واش يشاركوا معاهم في الاقصائيات؟ واش ياسسوا لهم دوله؟ شنو غيديروا مع بعضياتهم؟ وحنا بحكم طرف مراقب نبغيو نهتموا بالجانب ديال الجاردين. تفضل الملك. نجاوب. شوف اسمع مليح، شوف من كلامك باين باللي تقرا بوكيني بزاف، تقرا الكتب بزاف، يا تحلم. الصحراء الشرقيه نتاعك بالكلام وبالتلوين نتاعك هاي قدامك، روح ديها. اولا حنا نعرفوا نواياكم ما يوريها لنا حتى واحد، عشرناكم اللي استقلنا لنا نعرفوا نواياكم. اما تتكلم، خليني نهضر انا نجاوب. لا اله الا الله، خليني نجاوب مالك، نجاوبه ثانيا. اما هذوك اللي داك تقول انت راهم رافدين السلاح يحاربوا علينا، لا راهم يحاربوا على ارضهم. وقال الرئيس الجمهوريه قال يحبوا يكونوا مغاربه يكونوا صحراويين يستقلوا، ما نحبهمش يكونوا جزائريين. خليني نكمل لك. ثانيا لا تكذب على الرئيس، لم يقل صحراويين، قال ارادوا ان يكونوا مغاربه فليكونوا، موريتانيين فليكونوا، لم يقل يكونوا صح. بارك الله فيك. المهم قال ما يكونوا جزائريين، لن هذه ما نقبلوهاش، احنا الجزائريين ونحن ايضا لا نقبل بان يتم، ونحن ايضا لا نقبل أن يتم طرد السكان الأصليين ديال منطقة تندوف. وأنا أتحداك من هنا أن الصحراويين المغاربة هم السكان الأصليين ديال المنطقة، من حقهم أن يبقوا. حتى الكلام يا خويا، ما أنا نهبط خير. لا لأنكم تريدون طرد الشعب الصحراوي العظيم من على تنظر، كي نهضر معك على تنظر. أنكم تريدون طرد الشعب الصحراوي. كون عندك حوار أدب الحوار. شو أنا شوف قطعتكش، ما تقاطعني شي أخي. علاش تنضر الياس؟ على علاش كتقاطع الياس؟ علاش كتقاطع؟ انا معاه، ما يحملش نضرو. لا كتضرو بصح، شو كيفاش كتضر انت؟ صح، نقول له صح، انا ما نكذبش عليه، ما نافقوش. اسمع يا الياس، وهذوك شوف، يعني قلت لك يعني باش نلخص لك كلامي في زوج كلمات. احنا الجزائر ما نقبلوش باش تغلب انت الصحراويين. اذا انتصرت عليهم صافي، دير باللي كبرت كرشك بالمفهوم العام. تعقب لي حتى من هناك عدم انهم اعداؤنا. الشعب الصحراوي التندوفي ليس عدوا لنا بل صديق. ايه ادخل التندوفي يا اخي. من قال بانهم اعداء لنا؟ بالعكس، احنا مازال غنديروا معاهم ترسيم الحدود عندما يتم استرجاع الصحراء الشرقيه وتندوف. غادي نخليهم ان شاء الله باذن الله، وغنديروا علاقه طيبه ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب التونسي. وبشرط ويهبط الملك تاعكم من القمر، هو اللي يسني المعاهده. الشرط هذا نديروه لكم في الصحراء تما. سمعت اللي شفتوه في القمر، هبطوه يسني لكم هذيك المعاهده ولا طلعوها له للقمر. سمعت احنا الملك شوف، انسى انا نقول لك الصحراء الشرقيه. اسمع، مصطلح الملوك ما كنذكروهش انايا. الملك ماشي واحد فحالنا بحالك غادي يتم. لا مخلوق كيما انت، انا سبيته وشتمته. جزائري مادام جبت الملك. خليني نوضح لك. الملك محمد الخامس رحمه الله عليه، الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه،
الملك محمد السادس أطال الله في عمره، الرئيس هو ريبون دين رحمة الله عليه، بن بلة رحمة الله عليه، عم جي تبون أطال الله في عمره. يا سلام سبيت شو لو طيحت سبيت. أنا كنجاوبك، أنا كنجاوبك. هادو الناس ما يمكنليناش ندخلوهم في كل جملة، خصنا نحترموا ريوزنا. أما مقولة أن الملك محمد الخامس كان في القمر، هذيك شنو كانت؟ هذيك كانت المغاربة من أجل أن يوضحوا للمستعمر مدى تشبتهم بملكهم بعدما كان منفيا، فكانوا يرددون عبارة أن ملكنا يوجد في القمر، فكنا كنديروها كخدعة من أجل أن نرهب العدو. ونجبد لك دابا مذكرات ديال جنرال الفرنسي يقول أنه من تكرارها حتى كاد يصدق أن ملكهم يظهر في القمر، فكانت خدعة. خليني نكمل، مادام جبتي الملك خليني نكمل. هذا كان الذكاء من المغاربة، يعني حنا كشعب اللي درناها على داكشي. ملي غتدخل للانترنت وغتكتب اذكى شعب في العالم ولا دير الشعب اللي فيه التحرميات بزاف، غيطلع لك المغرب. وهذا دليل حنا هما اللي كنسرجوا الحمار وكنبيعوا على اساس انه حصان عربي اصيل. شكون اللي كيشري؟ اولا كنبيعوا القرد، اولا كنبيعوا القرد. استنى حنا اللي نقولوا ما من حشرنا الله بالجوار. ايوا خليني نهضر. اذا حنا الحاجة اللي عطيتي بها المثل هي ترفع من شأننا، شي حاجة اللي كتعلم القدر ديالنا، ان احنا وهمنا عساكر وهمنا مستعمر بان عندنا ملك لن نغيره ولن نبدله. علاش؟ لانه حتى وان كان منفيا في الثلث الخالي فمكانه في قلوبنا في القمر، نراه صباح مساء. في المقابل انت يا باء الا بغيت انا نعطيكم مثال. برافو عليك عبد الاله. لا لا ماشي غتعطي مثال، عرفت شنو غادي. لا 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 قبل ما نقولش الاقلاق الشهيد الملك. لا وهذاك هو اللي بغينا حنا، وانا ندير واحد الفتره ديال الضحك. لا الملك لا انا ما بغيتش، انا والله بغيت نهضر مع باء. انا هبطتوا النيفو كاع والله، غير هبطتوا النيفو ولا تهضروا بهذا النيفو هذا. وبغيت نهضر معك سيريو صاحبي. سمعتك على ما تسمعليش. سبحان الله. خليني نكمل. انت جبتي الملك، انا كنجاوبك. الحقبه اللي كتكلم عليها ديال الاستعمار، حنا كان عندنا ملك نراه في القمر. انت قبل 1962 شكون كنتي كتشوف حتى امامك؟ خلينا بانك كنتي كتكذب، خلينا بانك كنتي شعب مغيب، خلينا بانك كنتي شعب مكلخ. حنا سيدي كنا مكلخين، حنا كنا اميين. انت قبل 62 لمن كنتي تقدر تهضر عليه في الجزائر؟ اعطيني رئيس او ملك او سلطان داخل الجزائر يمكنك الحديث عنه. اولا الياس حنا كنا مستعمرين، وما تنساش حنا فرنسا. حتى نحن كنا مستعمرين. قاطعني اخويا، ما بقاش تقاطعني يا اخويا. علاه قاطعني؟ اسمع لي، حتى نحن مستعمرين. ومن بعد رد على تهضر كيما تحب، خليني نهضر. حنا خمس اجيال سانك جينيراسيون ما قراوش. احنا خرجنا فرنسا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا فرنسا حاربناها بالدين، العقيدة تاعنا الدين. انا اسألك من كان رمزك؟ من كان رمزك؟ رمزك، قدواتك، حاكمك، من كان؟ شو احنا 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 في وقت الاستعمار كان الرمز تاعنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما عندنا حتى حاكم، كنا مستعمرين، كانوا يقرأوا القرآن في الجبال، يعلمهم السنة والكتاب الله في الجبال. من هو حاكمك اليوم؟ من هو حاكمك اليوم؟ من هو حاكمك اليوم؟ من هو حاكمك اليوم؟ لا ما تمشينيش انت كما تحب، ولا لا غير الروح ولا غير النهبط. ما تمشينيش انت كما تحب. من هو حاكمك اليوم؟ شوف يا تحترمني، خليني نهضر. هو الرئيس، حاكمك اليوم هو الرئيس عبد المجيد تبون. من كان حاكمك قبل سنة 1962؟ قلت لك كنا أمة مستعمرة، شعب مستعمر. دفع المغرب كان مستعمر وكان لديه سلاطين يحكمونه. أنت من كان يحكمك يا ودي؟ واش من سلاطين وهي صنع فرنسي كاع؟ واش من سلاطين انتوما؟ شنو اللي صنعكم؟ صنعكم اليوطي. نحن كنا احنا يا واخا صنعكم اليوطي. نهار اللي نهار اللي قالوا خليني نكمل لك، خليني نجاوب. خليني نجاوب، خليني نجاوب. زوج كلمات والله ما نخليك. سلطان مولاي عبد العزيز سنة 1000. خليني نفهمك، قول لي الامازيغ تاعكم واش قالوا على السلطان تاعك؟ تمت ليا، تمت ليا.
فهمت ليا كيما تحب انت ما تخليش لا ما تقاتلتي عليا انا واخا تبكي عليا انا ما تبقاش فيا. السلطان مولاي عبد العزيز كان يحكم المغرب سنة 1906. أيوة أنا ما نبكيش عليك نقول لك باي باي. لا السلطان مولاي عبد العزيز. السلطان مولاي عبد العزيز كان يحكم سنة 1906. كنا مغرب 1906. تولى زيدان بلاد أخذ يده سنة 1908. نشيد العالم. حافظ. إلهات مراكش وإلهات فاس. هم بعد جزال اليوطين. كنتوا مراكش وفاس هذا ما عندكم مملكه فرنسا مملكه فاس هذا ما عندكم. اعطيني شكون هو ايوا تصنت ايوا تصنت اعطيني خليني نهضر على 1904 ايوا تصنت والله تنعلقك والله تنعلقك تعلقني انت يا ودي تعلقني والله تنعلقك والله داك الويسكي اللي كتشرب ايوا تصنت 1904 شكون كان الحاكم ديال فاس وشكون كان الحاكم ديال مراكش؟ انا ما على بالي بالتاريخ تاعك. انا لدينا حاكم واحد وهو السلطان مولاي عبد العزيز وكانت انا قبل ما انتم كنتم ايوا تصنت باش تهبط هذه في يديك. انتم كنتم شعب لقيط ماشي شي حاجه خايبه. لقيط لقيط في المصطلح الادبي ديالو هو الذي لا يجد من يحن عليه يعني لا اب ولا ام شعب يتيم لا يجد من يشكو ويحن عليه. يعني انت الاستاذ العزيز كبرتي وتربيتي وترعرعتي في جو يسوده الكآبة والحزن. ما كانش عندك أسرة كنت مربي في الشارع وكان يقسو عليك من يجولون في الشوارع فتارة الإمبراطورية العثمانية وتارة الإمبراطورية المغربية وتارة فرنسا اللي جاي يعطيك الدق وأنت تتسكع بين الشوارع وتطوف أدراجها وكلامك لا يسمع لأنه ليس لديك أب يحن عليك. هذا واقع هذا واقع أقسم يمينا أنني لا أتبلى عليك. هذا واقع. أحب من أحب وكره من كره. اللي بغات تخليه في الراس تخليه ما بغاتش تخليه في الراس ما تدخلش. مشكلتكم هذه مشكلتكم هذه. أما المغرب اللي كتهضر عليه الأستاذ كان لديه سلاطين الوقت اللي انت داروا لك مرسوم سنة 1882 1882 داروا لك مرسوم في الجزائر باش يعطيوك كنيات. كان المغرب عنده سلاطين حاربوا الفرنسيين وخاضوا حرب تطوان. انت في ذاك الوقت الله كيقيدوا لك الكنيات. والله يهديك الصديق العزيز الله يهديك تبت معنا